هذا وتشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا لافتا ومتواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئتين وواحد وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون و عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 965 ألف شخص